سجال كبير او كلام كتير قوي بين لعيبه الاهلي. اعزائي مشاهدي ومتابعي جريده اهلي مصر في كل مكان، معكم احمد الوصف من محافظه الشارقين. طبعا اليوم مباراه الاهلي وبيراميدز بكاس السوبر المصري في دوله الامارات الشقيقه، انتهى الوقت الاضافي للمباراه بالتعادل السلبي 0-0، ونحن في انتظار طبعا بدء وانطلاق الشوطين الاضافيين في المباراه. طبعا هنشوف اراء وتوقعات الجماهير هنا داخل المقاهي في محافظه قنا حول مباراه الاهلي وبيراميدز اليوم في كاس السوبر المصري بدوله الامارات. في عمر هذا اللقاء نروح لكابتننا كابتن مدحت شلبي. السلام عليكم، نتعرف بيك. كلمنا عن يعني ارائك وتوقعاتك النهارده لمباراه السوبر ما بين الاهلي وبيراميدز بعد انتهاء طبعا الشوط الاصلي او الشوطين الاصليين بالتعادل السلبي 0-0. لا يا مباراه صراحه يعني ممتازه كده، مباراه سريعه بين الفرقتين تمام، بس العامل ان هو الفرقتين ما استغلوش اخطاء بعض يعني تمام، بس ان شاء الله تنتهي النتيجه 1-0 باذن الله لله. ان شاء الله مين هيحرز الهدف هدف النادي الاهلي باذن الله. اعزائي المشاهدين ما زلنا نتابع طبعا اراء وتوقعات الجماهير هنا. السلام عليكم، نتعرف بحضرتك. انا دكتور اشرف، كلمنا عن ارائك وتوقعاتك في مباراه الاهلي وبيراميدز وتوقعاتك للشوطين الاضافيين ان شاء الله. الحقيقه مباراه جميله ورائعه، ظهر فيها نديه قويه جدا بين الفريقين، وان كان عامل الخبره في المباريات طبعا في صالح النادي الاهلي لانه يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه المباريات، وبالتالي الشوط الاضافي الاول والثاني سوف يكون الحاسم فيهما طبعا الى العامل البدني، باعتبار ان النادي الاهلي يملك خبرات على ارض الملعب اكثر من نادي بيراميدز، وان كان نادي بيراميدز ايضا عنده لاعبين دوليين يتمتعون بقوه بدنيه ومهارات كرويه، ولكن اعتدنا في مثل هذه المباريات أن الحسم يكون من قبل الفريق الأكثر خبرة والأكثر جاهزية بدنية ومهارة. التوقعات كم؟ التوقعات إن شاء الله 2-0 للنادي الأهلي. مين هيحرزهم إن شاء الله؟ محمود كهربا وممكن محمد عبد المنعم. شكرا لحضرتك. بدلا من محمد أعزائي المشاهدين ما زلنا نتابع مع حضراتكم آراء وتوقعات الجماهير هنا، معنا طبعا الكابتن مصطفى عبد الشافي المدير الفني لنادي أبو تيش طبعا مركز شباب أبو تيش. السلام عليكم يا كابتن، كلمنا عن آراءك وتوقعاتك النهارده لمباراة السوبر ما بين الأهلي وبيراميدز. إن شاء الله توقعات 1-0 للأهلي، بس ينزل اليوم بطاقة وماتش حلو خالص والله، كان أفضل من وجود الزمالك. مين هيحرز الهدف ان شاء الله؟ الشحات.